وقفنا الحلقة اللي فاتت مع الراهب بحيرة وهو عمال يتحايل على أبو طالب عشان ما ياخدش النبي معاه الشام. بعد محاولات كتيرة اقتنع أبو طالب وخاف وقرر خلاص مش هاخد محمد صلى الله عليه وسلم معايا للشام، وراح جايب جمل وجاب حراس وجهز ترتيبات الرجوع وقال لهم ارجعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لمكة وأنا هكمل الطريق مع القافلة إلى الشام. بحيرة كان متأكد إن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وكان في علامة تانية أثبتت له ده، هي إيه؟ خاتم النبوة. يعني ايه خاتم النبوة؟ دي حاجة موجودة عند كل الأنبياء ومستحيل تلاقيها في أي مخلوق غير أجساد الأنبياء. هقول لكم قصة صغيرة توضح يعني ايه خاتم النبوة مع سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ده كان صحابي جميل، كان ديانته زمان مجوسي وبعدين يهودي وبعدين نصراني، وقرأ في التوراة والإنجيل إن نبي آخر الزمان عنده خاتم النبوة في منطقة الكتف. فسلمان كان عمال يدور على الدين الحق، فلما سمع إن نبي آخر الزمان ظهر قال لازم أتأكد بنفسي قبل ما اعتنق الإسلام. فوصل للمدينة وسأل عن سيدنا محمد فين، ووصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لقى سلمان جاي ناحيته من بعيد، وكان واضح إنه مش من أهل البلد. فسلمان وقف قدام النبي وفضل مركز وبقى يجيب راسه يمين وشمال نفسه يلمح حاجة من تحت ثوب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم فهم وقال له تعالى وكشف لي عن كتفه. فسلمان في نفس اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. على فكرة سلمان الفارسي هو صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب. نرجع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع لمكة عشان عمه أبو طالب خاف عليه، ومرت السنين وسيدنا محمد النهاردة بقى عنده تقريباً 20 سنة. حصل في الوقت ده حرب في مكة اسمها حرب الفجار، دي كانت حرب كل مكة حاربت بعض فيها وكانوا بيقتلوا في بعض، والنبي ما اشتركش في الحرب دي رغم ان كان سنه يسمح. حصلت بعد كده حاجة اسمها حلف الفضول. بعد الحرب من ضمن شروط المعاهدة دي ممنوع القتال عند الحرم وممنوع الظلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حلف الفضول وقال انه لو دخل مكة وطلبوا دخوله لحلف الفضول هيشارك، وفعلا شارك في حلف الفضول. بدأ أبو طالب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شغلانة وهي رعي الغنم. اشتغل في رعي الغنم لأهل مكة بمقابل مادي بسيط، وبدأت معاها سيرة النبي تظهر واحدة واحدة في التعاملات، ويطلقوا عليه الصادق الأمين من كتر صدقه وأمانته. بعد كده هتحصل مواقف قدام الناس في مكة تبين إن النبي صلى الله عليه وسلم شخص مميز، زي مثلا موقف أيام ما كانت الكعبة محتاجة ترميم وبيشيلوا الطوب، وكان جسده الشريف في العادي حساس جدا، كان لما بيشيل طوب بيعلم على كتفه، فعمه العباس قال له انزع رداءك وطبقه وحطه على كتفك عشان يكون عازل، فالطوب ما يعلمش على كتفه الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاضر، ولسه هينزع الهدوم سقط مغشيا عليه، أغمى عليه قبل حتى ما ينزع رداءه. أبو بكر جري عليه، مالك يا رسول الله؟ قال له سمعت صوت بيقول لا تكشف جسدك يا محمد. أبو بكر الصديق قال هنا رضي الله عنه وأرضاه علمت إنه ليس مثلنا. هندخل على مرحلة من أهم مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، مهما سمعتوا عن قصص الحب في الدنيا مفيش أجمل ولا أطهر ولا أشرف ولا أرق من قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لستنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة تقريبا. أجمل مخلوق خلقه ربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان بدأ يشتغل في التجارة مش بس كراعي غنم، أبو طالب عمه علمه التجارة كمان، وبدأت سمعته تنتشر في قريش ويتكلموا عن أخلاقه وعن مهاراته وعن أمانته وعن وفائه، وكان لقبه الصادق الأمين بقى على طول على لسانهم، لحد ما كلام الناس ده وصل للسيدة خديجة. كان عندها تقريبا 40 سنة، كانت جميلة جدا وغنية جدا وكانت أرملة. لما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصلت لها بدأ يدخل في قلب خديجة شيء من الحب إلى رسول الله، لدرجة إنها فكرت وسألت الغلام اللي بيشتغل معاها اسمه ميسرة ماذا سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها انه صادق وامين ووفي وماهر في التجاره. فقالت له طب روح واسال محمد هل يقبل ان يتاجر في اموالي، وفعلا ذهب الغلام وسال محمد صلى الله عليه وسلم ان خديجه بنت خويلد بتساله هل هتتاجر في اموالها، هل تقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه.